اهلين حبيبتي، اهلين بهنا، اهلين بك على قلبي. الحمد لله احسن. اخذتي الدواء؟ اخذته. يلا حبيبتي تجلتي مشان تاكلي. يلا حبيبتي يلا. مالي نفس هنا، مالي نفس. شو مالك نفس ام محمود؟ لا لازم تاكلي مشان تقوى صحتك، مشان هيك قلتك. اي طبعا هيك قلت. يلا ام محمود هاتي لا يلا حبيبتي. هلا بتاكلي بس اول معلقه من هالشوربه بتنفتح شهيتك. هلا هدول اللي متغلبه وجايبتهم مشان يقولي جسمي، ايه ما بيكفوا صوص هدول. انا جيتك يا عطر يا حلوه يا عروس يا قبوره. عروس ان شاء الله قريب يا رب. ايه ام محمود تاكلي انت ولا طعمكي انا؟ لا انا باكل لحالي انا، روحي انت لعند اولادك حرامك. ايه تقبري طيب. قلبي ان شاء الله، لكن لك يا ام محمود كلي شوي شوي مشان ما تشرشي على حالك. ماشي حبيبتي؟ ماشي هدا حبيبتي انت. بس بقى بعت لك قرفة، بقت لك لا تاكل قبل الكبار يا حمار. شوفي ام محمود شو بكي؟ ما في شيء، فارة مرأة كانت. فارة؟ ايه انا شفتها وهي طايرة من هون. فارة بتطير؟ لا ام محمود مو طايرة، قصدي كانت مرأة من هون. هلا انا بقول له جميلي جيب لك مصيدة مشان القطع. عندي مصيدة بس جيبي لي جوز. ما عندي ولا جوز. ما عندك ولا جوز؟ رح اجيب لك الجوز لك. تقبري قلبي لا تحكي ام محمود، هلا انا بجيب لك مشان اطلب لك اياها. لا 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 لك 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 اسبوع بدي احرمكم من الاكل. ما في يا حقيرين انتو، هيك كبيتوا لي الاكل؟ شو عملت بحالي انا؟ يو محمود لا تزعجي حالك، بنو كله بينغسل. انتي قومي عادي على الكرسي البراني مشان تغير لك الشراشه. بدك تغيري الشراشه؟ ايه طبعا بدي اغير الشراشه. معقوله تنامي على هيك شراشه فسخه؟ انا روحي انتي خطي لعند اولادك حرام، انا بغيرهم للشراشه. مستحيل مستحيل يا ام محمود، خليكي تتعبي مثل ما قلت لك. قومي عادي برا وقولي لي وين حاطه الشراشه في النظام. هنا لا تعذبي حالك، انا رح اغيرهم، في مين يساعدني؟ على كل حال منه بتسلى ومنه بحرك دماتي شوي. لا ام محمود تسلي بغير شغل. وين حاطة الشراشة في النضاف؟ عندك بالخزانة. أيوة يلا حبيبتي أم محمود يلا تقوليني شو رح تساوي أنا؟ شو رح تساوي؟ بدي غير الفرشة، معقولة اتركها هيك ملوتة بالشوربة؟ مو معقولة أم محمود. لا إلا الفرشة لا تلقيها. لا شو مالها أم محمود؟ لا تخافي ما رح بللك يا عم، بمسحها هيك شوي قوامة بتنشف. أنا بمسحها. لا أم محمود والزفرة؟ إيه بتروح لحالها هنا. لا شو تروح لحالها أم محمود؟ ما بيصير أنتي مريضة وما بيصير تتعبي حالك. يلا حبيبتي قومي لشوف، قومي عادي بالكرسي البراني. خذ العين شو تقلاني يا أم محمود، خليني أعرف اشتغلت أبريني أنتي. ولي انفضحنا. لكن لك فكرة ام محمود، سر كبير. انو سر؟ ان شاء الله فكرتيني اني صدقتك انك بعتي المصاري لابنك بغرفة كان. وليش لحتى ما تصدقي بعدي؟ لانه المصاري ما طلعت من هون. هنا هنا لا تقولي لحدا. ايه سر كبير حبيبتي. حبيبتي روحي انتي. داخل ايه وانا امزه بالدخل؟ اضبط ما عاد فيني شيء. لا تمشى لي شوي بالبيت. شو هاد يا طقي؟ شو بدي ساوي؟ لا خلقي كتير يا، ما عم روح ولا عم اجي. هدول المصاري لازم ينقاموا من هون. انا كشفت محلهم. صحيح انا لسانه قصير وما رح تخبر حدا، بس الواحد ما بيضمن حاله الا ما تزلق له بشي كلمه هون ولا هون. ساعتها ما بخلص من العالم، يلي بده يتدين واللي بده يشحن. لازم غير محلهم، بس وين 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 بدي حطهم؟ احسن شي حطهم بسقيفة المطبخ بقلب برميل المي، بحطهم بكيس نايلون ما بيصير لهم شي. شفتها انا هاي بالجلادون، ما حدا رح يخطر له انه برميل المي فيه 3 ملايين ليرة. فكرة انزلي انزلي روحي قتل، انت غطيتي اللي بالشرشع بلا الغطا.
وينكم؟ لا تقولوا لحدا، فهمتوا؟ انتوا ما بتحكوا، بعرفكم. خلوني شغلوا النوم عن عيني لياني لياني، ساعة ابكي ساعة يبكي عليا هاني. بحبك يا امان. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يطلع قال حامل شنطة فحصة للمريضة. حاجة صلصلة، اتركوني بقى يا. خلوني كمل الغنية. حبكي وساعة يبكي علي حالي. ليالي ليالي مهما جراني. بس بقى اركون. ايدك ما بدي حدا يساعدني. ايدك ايدك ولا انت وياها. بس خلاص هيا. لا تلحقوني اوعكم اذبحكم. عينك شقرة. لفوت استفيد ام محمود، بركي بدها شي. اجت هنا بس ما بدي اسمع ولا حرفة. قولي قولي قولي. خير ام محمود خير؟ شو صار لي؟ مصيبة يا هنا مصيبة. مصيبة شو؟ كف الله الشر. شو بك ام محمود؟ الفرشة يا هنا الفرشة. الفرشة شو بها الفرشة؟ شو الحرامية سرقوا كل المصاري، سرقوا لي 3 ملايين. ايش شلون سرقوا ام محمود؟ ما انت كنتي نايمة على الفرشة؟ انا ربع ساعة رحت انا لذاك الصوب، ايدي ذاك الصوب، رجعت ما نقيت المصاري، ما تهنيت فيهم انا، يا انا ما تهنيت انا. يا بسيطة ام محمود ولا يهمك، ساعة زمن بيكونوا عندك. شلون؟ هلا بتشوفي شلون؟ لك شو راح تساوي؟ بدي اتصل بالشرطة. ستوب يعني ستوب، ما رح يقدروا يعملوا شيء، اللي راح راح ما رح يرجع، والحرامية بيكونوا هلا صاروا برات البلد، أبصر بيكونوا لوين وصلوا، وصلوا بعد شو اسمه بشوي. أنت اطمني محمود هلا بيلطون بسرعة. لك شلون بدهم يعرفون؟ إذا أنا ما شفتهم وأكيد ما حدا من الجيران شافهم. لا مو ضروري حدا يشوفهم، الشرطة عندها كلاب شمامة. إيه بيجيبوها مشان هالطلخرط، وهن جايبينها بيودوها على الفرشة محل ما كان فيها المصاري. بتشم الريحة وبيفلتوها، بعدين الكلاب بتعرف شغلة، ايه بتلحق المصاري على الريحة، بتلف 3 بهالبيت وبتطالع المصاري خلال 5 دقائق. 5 دقائق؟ ايه ويمكن اقل، إذا كانوا بهالغرفة أوان بيطلعون، أما إذا كانوا بغرفة ثانية بدون 5 دقائق، بتيجي أعطيني هلا شوفي. داعي داعي، ما في داعي تتصلي بحدا. والملايين أم محمود؟ حطيتهم على السقيفة. لا لا انا انا حبيبتك عم تكذبي علي. يبليني بقتلي. ما قولتني لي الا اني عرفت محلهم. لا كيف على جينا يا انا؟ تركيني بتروح على البيت. تعي تعي تركيني تركيني. ما بدي محمود. انا حبيبتي انا مو مشانك بس كذبت ما عليكي. مو مشانك انا بس يعني انا بس انت شو؟ انت شو محمود؟ لك عم يجاني داري من هالتصليح عليهم، عم يغزوني غز حبيبتي انا. لا مشانك والله مشانك انا والله مشانك انا ما انا كفايه بقى يا بنايا كفايه. ما تزعليش امك حبيبتي. امي تعالي يا اختي تعالي.
كان هيك معلش.